حسب المثال الحالة ديال الطفل عدنان تم إصدار عقوبة الإعدام على المعتدي، لكن لم يتم تطبيق هذه العقوبة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. الاساسي هو ان هناك ضروري على مساله الحكم، ليس هناك حكم ثابت قرار للسياسه الجنائيه. والمنطلق الثاني هو اننا نتفق جميعا على ان السياسه الجنائيه لا تعد ان تنسلخ عن كونها مجرد تصور وتوجه عام تتقاطع فيه الدوله والمجتمع لاجل احلال مسالتين اساسيتان، العداله الجنائيه بالخصوص ثم النظام العام بشكل ثاني. السياسه الجنائيه وعلاقتها بالضحيه، دائما ما يثار النقاش او ما يتم بالضروره توجيه الصورة أمام المجرم وأمام الجريمة، ولكن يتم تغييب حالة الضحية وظروف الضحية مما السياسة الجنائية. هنا لكن أنا أستحضر مثال وقع في الأحداث الإرهابية في 16 مايو، تم تعويض هؤلاء المصابين وأسرهم ب 500,000 درهم. هذه 500,000 درهم لم يجد المشرع بين قوسين تكييفها كي تسحب من 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 المدعم، وتم تكييفها على اساس انها حوادث سير عربه ذات محرك، وتم الامر هكذا. Thank you.
باختصار نلاحظ في المغرب اليوم أنه أصبح يفرز أشكال غير مسبوقة من العنف خصوصا ضد الأطفال والنساء، في حين نجد تردد القضاء في تبني عقوبة واضحة وصارمة. وهنا أخص بالذكر عقوبة الإعدام بين الإصدار والتنفيذ، وعلى سبيل المثال الحالة ديال طفل عدنان تم إصدار عقوبة الإعدام على المعتدي لكن لم يتم تطبيق هذه العقوبة. ألا ترى الأستاذ أن هذا التردد في تطبيق الحكم هو الذي جعل العودة إلى هذا النوع من الجرائم في ارتهاب متزايد؟ وبمعنى هذا اللقاء هو فرصة من أجل رفع مجموعة من التوصيات لما لا، فأظن أن نظرة السوسيولوجي في معالجة مثل هذه القضايا وهي قضايا اجتماعية بالأساس نظرة مهمة وأساسية، لذلك لا بد من حضور سوسيولوجي في القضاء في معالجة هذا النوع من القضايا، خصوصا أنه هناك تكوينات أكاديمية مثلا الماستر ديال السوسيولوجي الجريمة والإناث هو ماستر متكون أو متخصص في هذا المجال يمكن الاستفادة منه من طرف القضاء. وشكرا أستاذ. ويكون يفرق من أجل الذي تبقى وجهه أعرفوا بأن رغبة الضيئة حالياً تمت الغالبين بطاقة كثير من دون أنها صارت الغالبين بعد دون بقر قاعدة حيث خلصت في هذا البحث من خلال تجربة مهنية طبعاً إلى كون المحاكمة الجنائية العادلة تعتبر محاكمة بمنظومة أخلاقية والقيم لمختلف المتدخلين في العملية القضائية منذ بدايتها لنهايتها، يعني قضاة، محامون، ضباط، شرطة قضائية، خبراء إدارية. وأنا هنا أثمن وقليلا ما نتناول أو ما يتناول الدارسون جانب أخلاقي في المزاولة القضائية. ربما هناك كثير عن الأستاذ الكريم فيما يتعلق بالسياسة الجنائية التي يمكن اعتبارها هي الوسيلة تضع من خلالها الدولة القواعد التي تحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو بالوقاية من الجريمة ومعالجتها. نحن في هذا الماستر لدينا شق اللي هو ثاني شق سوسيولوجي وشق إدماجي. سوسيولوجيا الجريمة والإعراف وصار التأهيل وإعادة الإدماج. اللامساواة أمام القانون كمثال، فبالتطبيق الميداني لمقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي والذي يجرم الإخلال العلني بالحياة العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، إذ أنه من منطلق السياسة الجنائية قد تتابع النيابة العامة بمدينة صغيرة مثلا تارودانت على هذا الفعل. فتاة ترتدي ملابس جد قصيرة بالشارع العام وبشكل يخدش حياء العموم، لكن في مدينة أكبر نأخذه على كمثال أكادير قد لا تتم المتابعة على نفس الفعل أو أكثر منه، وذلك لتعود الناس على هكذا مظاهر. المسألة مش المسألة هي المسألة أمام القانون المفروض كما تشوف هي قاعدة قانونية، قاعدة مجردة وقاعدة عامة، قاعدة منفهمة. وسط الصغيرة ديال تارودانت في ناس محافظين كيتصوروش أن يجيو يشوفو شي اجتماعية في الطرف واحد الطريقة، لأن مسألة السفس الطرف الآخر تقدر تطيح شي واحد شي لعب شي حاجة فطرات هادي ماشي مطرش مدينة الطاقة البيضاء ولا كأكادير ولا مدينة أخرى لك تقبل المجتمع اللي كاين خليط ديال خليط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن اليوم في ضيافة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنطرة التابعة لجامعة ابن طفي حاولنا تطير طلبة الماستر في موضوع السياسة الجنائية في المغرب، وتناولنا مجموعة الدوريات والمناشير الصادرة فيما سبق عن وزارة العدل لما كانت السياسة الجنائية هي اختصاص أصيل للسيد وزير العدل باقتضاء المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الحال حاليا من اختصاص السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. عرجنا على مجموعة من المناشير والدوريات سواء تعلق الأمر بالاعتقال الاحتياطي أو بالحراسة النظرية أو حماية بعض الفئات الخاصة مثل المرأة والطفل، بمعنى أن السياسة الجنائية هي جزء من التشريع الجنائي في عموميته. كانت هذه المبادرة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها. ماستر ديال سوسيولوجية الجريمة والانحراف. أستاذ عبد المهني الشفيق رئيس شعبة علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنسق ماستر سوسيولوجيا الجريمة والانحراف مسارات التأهيل وإعادة الإدماج. ننظم هذا اليوم في إطار انفتاح الماستر على
مجموعة من الفاعلين الخبراء والأكاديميين من جامعات مختلفة ومن مؤسسات مختلفة. وفي هذا اليوم نستضيف الدكتور يونس العياشي، قاضي وأستاذ متخصص في القانون الجنائي، ليتفاعل مع الطلبة في ما يتعلق بالسياسة الجنائية ومستجدات السياسة الجنائية بالمغرب. بطبيعة الحال التكوين في هذا الماستر هو تكوين يجمع تخصصات مختلفة، القانون والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك، على الرغم من أن الطلبة بطبيعة الحال الذي المسجلين فيه هم طلبة علم الاجتماع، ولكن ارتئينا أن نعدد التخصصات بطبيعة الحال لأن تناول قضايا الجريمة وظواهر الجريمة والانحراف بكيفية عامة تحتاجه من بين ما تحتاجه إلى هذا النوع من التعدد والانفتاح بطبيعة الحال على علوم مختلفة وعلى مناهج مختلفة. إذا في إطار سلسلة الندوات الشهرية التي تنظمها الماستر، ارتئينا بطبيعة الحال كما قلت أن نستضيف الدكتور العياشي ليقرب الطلبة من مستجدات السياسة الجنائية، ولكي بطبيعة الحال يعني ينقل إليهم خبراته والكثير من يعني التجارب التي يعني راكمها طيلة مساره العلمي والعملي كذلك، وهي بطبيعة الحال تجارب غنية وطلب في حاجة ماسة إليها. نحن نريد بطبيعة الحال أن تنفتح الجامعة أكثر وأكثر على يعني فاعلين من هذا النوع وعلى مؤسسات من هذا النوع، وأن لا يبقى الطالب حبيس سوار الجامعة، بل أن يخرج بطبيعة الحال الواقع، أن يدرس ظواهر، بطبيعة الحال أن يجعل الميدان جزءا من تكوينه، وهذا يتطلب بطبيعة الحال واحد النوع من الغنى، ويتطلب امتلاك الأدوات، امتلاك المناهج الحديثة في هذا التخصص. إذا في الشهور الماضية يعني التقينا يعني استضفنا يعني بعض الباحثين في تخصصات أخرى، وهذه الفرصة بطبيعة الحال هي فرصة مهمة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.